بسم الله الرحمن الرحيم. عن النهاردة شاب جميل 20 سنة عاني من التثدي من الدرجة الثانية على الناحية اليمين وعلى ناحية الشمال. استأذنك كده بطل، هنلف يمين وشمال، هنلف كمان، ايوه، في زيادة واضحة في حجم الدهون والغدد على الناحية اليمين. استأذنك يلا الناحية الثانية، كذلك في زيادة واضحة على الناحية الشمال. خلاص يا بطل، ان شاء الله هنشفط الدهون ونستأصل الغدد اللبنيه زي ما اتعودنا، هتبقى حاله كويسه ونشوفها قبل وبعد، تابعونا. رجعنا لكم مره تانية، احنا خلاص شفطنا الدهون اللي تحت القبض بالكامل على الناحيه اليمين، كذلك هنا على الناحيه الشمال. الجلد بقى رقيق جدا، شفطنا الدهون اللي حوالين الغده على الناحيتين، فاضل لنا بس الكتله دي او البروز ده. عايز ننزل بالكاميرا كده عشان نشوف البروز بس. ايوه باين خالص البروز اهو والارتفاع بتاعنا ده. هنفتح دلوقتي اسفل الهاله البنيه، نستخرج الغدد اللبنيه، ونرجع لكم بفيديو اخير، تابعونا. رجعنا لكم بفيديو اخير، ده الشكل النهائي لحالتنا النهارده. شفطنا الدهون اللي تحت القبض بالكامل، استأصلنا البروز اللي كان موجود في الفيديو اللي فات. شكل الصدر الحمد لله بقى كويس جدا. حالتنا النهارده شفطنا منها تقريبا 1800 جرام دهون مع غدد متضخمة على الناحيتين. ده كان حالتنا النهاردة، تثدي من الدرجة التانية. اتمنى الحالة تعجبكم، نشوفكم على خير.